السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طبق اللحم مشوي في الكوكوط بدون فرن، منسم ومعشب بواحد التتبيله اللي كتعطيه واحد البنه رائعه. غنرافقه كذلك بواحد مجموعه الخضار مشويه في الفرن حتى هي منسمه ومعشبه. كيف كتشوفوا معايا الطبق كيجي بنين بزاف، كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه اليوم ما تبخلوش عليا بجيم تعليق او مشاركه الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. فهنا خديت واحد جهه، هذه الجهه ديال الكتف، الجهه الفوقيه زودت لها غير الرجيله التحتانيه او الدرع التحتاني فقط. كيف كتشوفوا واخا تبان لكم كميه كبيره فهي غادي تاع في الكوكوط. كيف كتشوفوا شقيتها هكذا باش تشرب مزيان من العطريه اللي غادي نضيف لها. يمكن تستعملوا قطع صغيره اللي بغيتوا، او يمكن تستعملوا اذا كانت عندكم الكوكوط كبيره يمكن تستعملوا حتى الكتفه كامله. فواخا ما تاع لكمش في الكوكوط هي من بعد كتجمع، كنعرفوا الحمد الغنمي راه دغيا كي يعني كيدوب كيف كنقولوا كيخدعنا. فغادي ناخذ واحد الزليفه هكذا اللي وضعت فيها 3 معالق زيت الزيتون، 6 الفصوص د الثومه، واخا يبان لكم كثير هاد الفصوص هادو غيخثروا حتى المارق. غادي نضيف هكذا واحد المجموعه د الاعشاب، انا هكذا كنشريهم جاهزين، ممكن تستعملوا اذا بغيتوا غير ازير والسحتر واللي عندكم تواجد اي اعشاب منسمه ممكن تضيفوها. غادي ضفت كيف كتشوفوا شويه د الابزر، راس معلقه فقط، معلقه صغيره د الفلفل الاحمر الحلو، ومعلقه صغيره د الخرقوم. وغادي نضيف ايضا سكينجبر، هذه معلقه صغيره د سكينجبر. وغادي نضيف القزبور يابس اللي ما كنستغناش عليه في العيد، كنستغناش عليه صراحه دائما ولكن في العيد اكثر. وهنا غادي نضيف واحد الملعقه صغيره د المطاط، انا عندي هنايا غير اللي فيها الحبيبات، اذا كانت عندكم اخر العاديه غادي تستعملوها. غادي نخلط، عاد غادي نضيف الملح اذا كتشوفوا، لان هاد لا مطاط هذه عندي مالحه بزاف خرجت لي، فحتى غادي نخلط نقيس شويه او عاد غنزيد واحد شويه د الملح. فصافي غادي نضيف غير واحد الرشيشه هكذا. كيف شفتوا الزيت ما ضفتش بزاف، ضفت 3 معالق زيت الزيتون، يمكن تعوضوهم بزيت نباتيه اذا بغيتوا. الغنمي كيكون شويه هكذا كيطلق حتى هو الدم ديالو، وانا ما حشتيش في المرق، انا حشتي غير انني نشوي هاد اللحم هذا في الكوكوط باش ما يديليش الوقت، لان في الفرن كنعرفوا كياخذ واحد الوقت طويل. وايضا كاين بزاف الناس اللي ما عندهمش الفرن ممكن يعملوا هاد الطريقه هذه. صافي وغادي نشرمل اللحم ديالي مزيان، ضروري ما نشقوها باش كتشرب مزيان من هاد العطريه اللي عملت. وغادي نشرملو ونخليوها اطول مده ممكن، انا ما غادي نخليها شي ليله كامله تبات، اذا خليتوها نتوما احسن. غادي نخليها فقط 3 ساعات حتى الساعه اللي غادي نجي باش نطيبها. وصافي هذا دابا الصباح، فغادي نشرملها وغادي نحتفظ بها. كيف قلت لكم يمكن تستعملوا الكتفه كامله، واخا تبان لكم انها ما غتتعشي في الكوكوط، ولكن لا ملي غادي تعملوها الغنمي كيجمع راسو يعني كيخدعنا، واخا تكون واحد القطعه اللي هي كبيره كترجع صغيره. وغادي تاع لكم غير ما تخافوش، انا حيت عندي الكوكوط صغيره على داكشي حيدت لها داك الرجيله هذيك التحتانيه، وغنستعمل غير هاد الجهه الفوقيه. فغادي نشرمل هكذا اللحم ديالي مزيان ونخليه يتشرب. سبق لي العام اللي فات يمكن او العام اللي قبل منه كنت نزلت اللحم مشوي في الكوكوط وكان عجب بزاف الاخوات. اليوم ان شاء الله، ولكن هذاك ما كانش متبل، هذاك كان مشوي فقط غير بالملح والقزبور، هذا متبل حتى هو كيجي بنين بزاف. بالنسبه اللي ما شافش الفيديو اخر اللي قبل اللي قلت لكم مشوي حتى هو في الكوكوط، نخلي لكم الرابط ديالو تحت تمشيو تشوفوه. هاد اللحم هذا كيتشوى في الكوكوط بلا ما بلا حتى حاجه، هذاك الزيت يعني اللي ضفناه غير باش يجمع لنا العطريه ديالنا وصافي. فغادي نخلي اللحم ديالي كل ما بقى مرقد كيف قلت لكم كل ما كيجي احسن. فغادي نخليه هكذا يتشرب حتى الساعه اللي غادي نجي نطيبو، تقريبا خليته انا 3 ساعات هكذا. من بعد غادي نجي باش كتكون دابا باقي تقريبا واحد ساعه ونص هكذا ساعه الوقت الغدا، وغادي نوجدو في الطنجره. كيف كتشوفوا الكوكوط ديالي انا صغيره وغرقه شويه، غادي نوضع فيها القطعه ديال اللحم ديالي بلا ما بلا حتى
حتى حاجه. هاد اللحم هذا باش كيجي مشوي كيجي بنين وكيجي هكذا ملدد، ما كنضيفوا له حتى حاجه. اذا خفتوا انها ممكن يتلصق معكم او لا شي حاجه، ممكن تضيفوا واحد نصف كاس د الماء، او ممكن تضيفوا اذا بغيتوا واحد البصيله هكذا تشلطوها وتعملوها في القاعده الطنجره. هنا كنضيف هكذا في هاد الفتحات كنضيف فيهم هاد التويمات كيف كتشوفوا، كان خصني نضيفهم قبيلتي ولكن صراحه نسيت، كيجيو غزلان هاد التويمات هادو، كيدوبوا وكيخطروا المرق، كيعطي واحد المرق غزال لهاد القطعه د اللحم. اذا بغيتوا هكذا ترفقوها بالصلصه، عاده انا صراحه كنستغنى على هاد المرق ولكن غير باش نوريه لكم. اذا بغيتوا هكذا كاين بزاف الناس كيبغيو كيف كنقولوا يسيسوا او يغمسوا، غتلقاو واحد المرق اللي كيجي خاطر. فصافي كنشد الطنجره ديالي وكنوضع على الصفاره وكنعملها فوق النار اللي كتكون مهيله بزاف بزاف، يعني كنقص بوطه من الفوق وكنقص حتى من البوطاغاز من تحت، كنفسخ لها ديك الرويه ستيتو باش كتبقى النار مهيله، وكنخليها تقريبا واحد 40 دقيقه عاد كنطلل عليها. بالنسبه للخضر فكيف كتشوفوا انا هنا حضرت واحد المجموعه هكذا غير بطاطا والجزر كيف كتشوفوا، والقريعه يمكن تضيفوا الخضر اللي بغيتوا. كنعملوهم في واحد الصينيه هكذا اللي كتدخل للفرن. كيف كتشوفوا انا عندي بطاطا زايده حتى هي اللي كتكلي، غنضيف عليها الملح، الفلفل الاسود، القزبر يابس، الفلفل الاحمر والخرقوم. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نضيف، وغادي نضيف عليهم ايضا بودره الثوم وبودره البصل. اذا كانوا متواجدين عندكم، ما كانوش ممكن تحكوا واحد جوج فصوص الثومه تحكوهم هكذا تضيفوا لهم واحد القطعه صغيره هكذا البصيله، او ممكن حتى بصيله اذا بغيتوا تقطعوها حتى هي مربعات كبيره وتضيفوها بلا ما تحكوها. غنضيف واحد شويه د الزعتر، هذا غير الزعتر بوحدو، شويه زيت الزيتون، وغادي نخلط هذا الشيء كامل. هاد الخضر هذه كتجي صراحه غزاله، خصوصا دابا الصيف والعيد ما كنبغيوش نبقاو واقفين بزاف، فهذه اسهل طريقه كتجيني انا اللي ممكن نعطي بها الخضر لوليداتي وتكون بنينه وتعجبهم، هي هاد الطريقه هذه، وصراحه كتكل. صافي كنخلطها هكذا مزيان، كندخلها للفرن على درجه حراره 180 حتى 200 درجه، ممكن ندخل الصينيه ديالي في الوسط ونخلي الخضر حتى طيب، ما كتاخذش شي وقت اللي هو طويل، 25 دقيقه حتى 30 دقيقه كيكونوا واجدين وطيبين. فهذا كيبقى اقتراح هكذا او كفكره ممكن تعملوها ترفقوا بها اللحوم ديالكم هكذا في العيد او حتى في الصيف. وصافي وغنمشي نشوف اللحم ديالي من بعد كيف كتشوفوا. انا خليتها 50 دقيقه، كانت الصراحه تهرت لي طابت كيف كتشوفوا، طابت بزاف، ويعني طلقت الخويطات ديالها في المرق والمرق زاد تخثر والريحه اللي طالعه منها غزاله. فانا غير باش نوريكم هذا المرق هذا اللي كتشوفوا كيفاش هو، كيجي خاطر بديك بالقامه اللي ضفنا، القامه كيف شفتوا كثيره، وايضا حتى الثوم حتى هو كيخثر المريقه. اذا بغيتوا ترافقوا بها الطبق ديالكم فكترافقوا بها هكذا الطبق. عاده انا هذا كنقدمه بلا مرق، يعني هذا المرق هذا كامل غنستغنى عليه للاسف. وكيف كتشوفوا اللحمه طايبه وفتيه، انا فوت فيها الطيب. ممكن نتوما 40 دقيقه تطفيو وتطلعوا على اللحم ديالكم، لان اللحم كيبقى حسب الحجم ديالو، حسب اللحم واش طايب او لا، ما واش طيب او لا لا. فانا فوت فيها 50 دقيقه صراحه، كانت غتهرالي. هاد المرق هذا كيجي غزال 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 بزاف بزاف، كيجي بنين. بالنسبه للخضر ها هي كيف كتشوفوا، خليتها بالضبط 30 دقيقه في الفرن، وانتم حسب الفرن ديالكم مره تطللوا عليها هكذا وتشكوها بواحد السكين باش تعرفوا واش طابت او لا لا. وهذا هو الطبق النهائي او الشكل النهائي للطبق ديالنا كيف كتشوفوا. كنرافقوا هكذا، ممكن انتم ترافقوا هكذا بالطبيصلات فيهم هذاك المرق اللي بقى لكم خاطر، اللي بغى هكذا يسيس كيف كنقولوا، او اللي بغى تغمس كيغمس فيه، كيجي رائع وكيجي بنين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه ديما وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم تعليق ومشاركه الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحه وراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.